السلام عليكم الإخوان والأخوات، كيبقيتوا لاباس عليكم؟ أنا عالم فاطمة الفاسية، اللي هي قناتي عالم فاطمة الفاسية، راه مغنية على التعريف. جاو عندي مجلة أصوات تيسألوني شكون أنا وعلاش درت قناة مرأة متزوجة. خلاص راني معروف، عندي 4 ديال الوليدات، 3 البنيتات وليد. يعني من الفراغ، يعني ما عنديش، يعني كنت خياطة من النوبة الأولى، ومن بعد ما جاد الكونفينمون وداك الشيء شنو ندير شنو ما ندير، تيجوني الناس تندير خرجات تندير يعني بزاف ديال الحوايج. قلت علاش لا ما نديرش نتلاها فيها، انا راجل متفاهمين الحمد لله، ما تيقول لي حتى شي حاجه بالنسبه للقناه، يعني قناه محترمه، عندي مشاهدين تحيه لهم. تندير الطبخ، تندير فلوكات، المهم داكشي في متناول الجميع. استفدت بزاف ديال الحوايج، استفدت انني تعرفت على ناس، لا يعني لا احسن الناس بصراحه، زدت طورت من راسي، المهم بزاف ديال الحوايج. ان شاء الله ما نكرهش، ان شاء الله من هنا لقدام يعطيني الله وفي هذه القناه وصحه وسلامه هي كل شيء، ويجي منها شي مدخل شهري وندير اعمال خيريه الا كتب الله. راه هذا هو النيه الاولى ديالي، هي انني ندير اعمال خيريه بالنسبه للسبيطارات، بالنسبه للمساكن، بالنسبه واخا حنا مساكن والله ملك الحمد، ولكن بغينا هذا هو الهدف ديالي. بالنسبه للبرامج كطيح لي بعد تنبغي ندير افلام قصيره، تنبغي ندير بحال مثلا هكا كبر وشعيبيه تعجبوني، تحيه لهم، بحال هكا تعجبني ندير بحال هكا. انا وبنتي مها وبنتي زنوفتي الله يخليهم لي، وعبوره عابرتها هي. انتظروا ان شاء الله افلام قصيره مع ميس شارمون ومع ميس بيوتي، ملكه الجمال ديال فاس ان شاء الله باذن الله. يعني ما تنساوش البارطاج، ما تنساوش الابوني، ما تنساوش جيم، كثروا من لي جيم، الله يجازيكم بخير، باش ان شاء الله نكونوا ان شاء الله في مرتبه عليا ان شاء الله. راه بكم نتوما غادي ان شاء الله نطلعوا، بكم نتوما ان شاء الله غادي نتشهروا، والهلا يخطيكم علينا، وشكرا لكم بزاف. وتنشكر اصوات، يعني المسائل اللي مفيده كلها تعجبني، يعني نبتكر ونديرها. ما كتلقاش صعوبه من ناحيه ايش؟ شويه الماتريال، الماتريال خص شويه ديال الماتريال وصافي، ضروري. إذا كان عندك الماتريال موفر شنو تقدر ديرو؟ ونقدر، أنا قلت لك نقدر ندير هكا أفلام قصيرة تكون زوينة، شي حاجة اللي تنال إعجاب الجماهير ديالي. تنتمنى إن شاء الله ندير برامج، تنتمنى يعني ندير شي حاجة اللي ما يفيد بالنسبة لا للناس العيال الكبار ولا للأطفال، ولا نكون يعني في متناول الجميع. وخصني غير شوية ديال، أنا قلت لك الماتريال وغادي نديرو ان شاء الله، وغادي نجتهد، ومن هنا لقدام يصوب الله الخير، يعني ما نسبقش الاحداث. انا مشيت واحد المره للخيريه ديال هنا ديال بالخوخات فاس، احساس ديال الناس الكبار، وهذا كان احساس صعيب بزاف وكيتالم. انا من النوع اللي تيتالم بزاف، ما كنقدش نشوف بنادم هكا يعني مريض ولا بنادم مسكين ولا، ما نكذبش عليك كان داكشي مؤثر بزاف. قناة ديالي بغيت نستافد منها باش نفيد الناس معايا، يعني هاد الخيريات، الطبيب اي واحد حصل، انا هذا هو الهدف ديالي، ونفيد بها حتى راسي، لان انا براسي محتاجه لدويات، عندي دايره عمليه ديال القلب وداكشي، يعني انا محتاجه لراسي بها، لان راه حنا على قدنا حنا، ماشي شي وحدين واو ولا. هذا هو اللي بغيت ان شاء الله من هذه القناه الا سخر فيها الله. اش غنقول لك ديك الناس؟ زعما الصراحه انا ما تنصحهمش انهم، لان الوالدين راه شنو تنقولوا، الخاوه حد الدنيا، راه الوالدين حدهم حد، راه كنز الوالدين راه ما كاينش بحاله، ورضات الوالدين ما كاينش بحاله. بالنسبه لهذا الجيل ديال دابا هو اللي معصب ومقلق، اللي تيجيهم اي حاسه كتجيهم من الوالدين، يعني راه عندنا وليداتنا اي حاجه نصحتيهم بها ما تيتقبلوهاش، ما يعني عقليتهم ما عرفتوش المخالطه، ما عرفتش واش الزمان اللي دارهم، ما عرفتش شنو
تبد شنو هو السبب ما عرفتش. يعني الجيل ديال شحال هادي ماشي هو الجيل ديال دابا بصفه عامه، قليل الله يرضي على شي وحدين قليل اللي تيكونوا مشبتين بوالديهم، والله يرضي على الجميع، هذا هو اللي كاين، والله يهدي الجميع. تنتمناو سيدي ربي يهدي الجميع. تنشكر السي عزيز اللي جا عندي وشرفني، مرحبا به والف مرحبا. وتنشكر مجله اصوات وصوت الغد، تنشكرهم بزاف بزاف، والهلا يخطيكم، وشكرا لكم بزاف اللي شرفتوني وجيتوا لعندي وكبرتوا بيا، الله يكبر بكم. هذا هو اللي بغيت نقول لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.